اسمي دلول غذا الشمشون ذك فوسيد شمس أغل الهموم لكن ورثيتي خير مرامة لو كانوا لي وذاج الطوم أذجر بغذا خل الجنون لكن ورثيتي حسي صغر الأمان يميس الصورة وجوم لابد أزد جاف غنوم دي مردي سجان رغم تنظري وخلص غوني نور دغا سمينا ولانيو لمحنا ينقل السرماو لمحنا ثنجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو نسيل سيوا دين غناو نسيل سيوا دين غناو نرزقين غاد سنسراو للعيدان بدا غروان سغا كون غفراو هاينا ولانا عزيزان في ثلاثة مران بالدغ خاص تمشيك المر وهمغ ماجي ذو ذمسي روحغ عاد مليل نتولن نوان عاد مليل نتولن نوان سوك نوذي ديال تعقل امي ما دير ورث الليم فام الطوذي والحلال ويسن كان من ثمي ثيم هذا سنسخر بغل شغال هذا سنعرق ووال فاقر امان ميعقل تدر تدع جل غوري تدر تدع جل غوري هيا جيك ذا سيرم فاركثي والظل رام اندلي زمان يسم بفكي الحرز الدلوفاو تكبر في الحس في السم في اللسنة ورقتي وتوشم دورة في الدنيا تصجم طول عمار يتم أركام طول عمار يتم أركام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.